المستوى ديال الغرف غطيتو 100% ياك؟ نعم سيدي غطينا هاي ليلى نقول شي كلمه على الغرف. بالنسبه للغرف سيدي الرئيس التغطيه هي شامله جميع اصناف الغرف سمت الخدمات على راسها نبيل الشيوخ، سمت التجاره على راسها تفضل سي عبد الله، الصناعه غرفه الفلاحه سي خياطي براس غادي يجيب المقعد عضو هو في غرفه الفلاحيه، سي فتاح مجدوب غرفه الفلاحه، السيد البحري السيد التقليدي. بالنسبه للجماعات المحليه كاين خطابي محمد ورئيس اللائحه من يخلف زاوي محمد عين حروده ورئيس اللائحه فتاح مجدوب شلالات هو رئيس اللائحه سيدي موسى العلي وسيدي موسى مجدوب فيهم جماعات قويه تزناتها وجماعات اللي عنده حد الرمزيه ديال التمثيليات الساكنه بسم المحمدية، وتعد هاد الجماعات جماعه سيدي موسى مجدوب وسيدي موسى العلي هم السكان الاصليين لمدينه المحمديه، لان المحمديه في 1912 كان عدد السكان 250 ديال السكان، اليوم حنايا تقريبا واحد 250 الف زائد الجماعات اللي نحونا يشكلوا اليوم تقريبا 500 الف ديال السكان، وهذا شيء مهم. انا غير ملي عطيتيني هذه الكلمه استحضرت واحد القضيه محمديه حديثه لجيلها، والجيل ديالها هما انتوما الساكنه ديال هذه المدينه، نحن كلنا محمديه، كلنا تحتاج مدينه محمديه كما قال السيد الرئيس للتجمع الوطني الاحرار. لاش؟ باش تكمل المشاريع اللي بديناها واللي هي موقفه، اللي كنطلبوا الساكنه باش تعبأ معنا في الانتخابات القادمه حتى نستكمل جميعا ذلك المشروع التنموي اللي وقعنا امام صالح جلاله الملك محمد الخليفه نصره الله، واللي احنا الان حزب التجمع الوطني الاحرار راه واخد الالتزام ديالو صاير في الالتزام ديالو، وراه عندنا الثقه في الجميع باش ناخذوا، لان السيد الرئيس عطانا توجه واضح والكلمه ديالته كانت واضحه من خلال الكلمه التوجيهيه باننا خصنا نعملوا حمله نظيفه في المستوى الحضاري. مازال ما كملت. انا باقي ما كملتش. انا بغيت تصريح الرئيس وعاد كنهضروا على الغرف، لان الحمله ديال الغرف خصها تكون مزيانه واستسمح اذا ما لائحه النساء مقدك. لائحه النساء عندنا سيدة زبيده هي رئيس اللائحه، هذا الشيء علاش حنا حضرناها، لان النساء قلنا لهم غادي يجي السي مزوار هنا كما قلت لكم قبيله، لانه ممكن يكون جاي عندنا وتجي مساله وطنيه ولا شي حاجه، راه ما يمكنش حنا كنعتبروا كنعرفوا السي مزوار شنو المحبه اللي عنده في قلبه لمدينه المحمديه. هو تقريبا يسالوني عن الشاده والفاده في مدينه المحمديه، شنو في مسائل اقتصاديه في مسائل اجتماعيه، فين غادا فين شنو هو في النشاط السياسي، كل هالاشياء راه في اخباره كل شيء صغيره وكبيره، ما لا اجي لا اخفيكم سرها، راه ملي قال لكم راه تبع ما علاش كيتبع، لان تعرف بان المحمديه مرتبطه معاه كشخص مزوار صلاح الدين رئيس حزب التجمع الوطني الاحرار، هو شاد في واحد العدد وجا تراس هذا العدد ديال اللقاءات جماهيريه، لقاءات مع الشباب مع النساء في بعض العدد ديال المحطات، وبقى في القلب ديالو دائما لا في الهواء الطلق لا في القاعات العموميه ولا في هذا البيت، وبقى دائما محمديه في الذاكره ديالو، مازال غتحقق هذاك الشيء اللي كتمناه القياده الحزبيه ديالنا. واشكرك سيد الرئيس. ان النساء دونك نعم بقى
قادم المشاركة ديالهم الحضور ديالهم حسب القانون. الشباب إن شاء الله غادي يكونوا حتى هما مساهمين وممثلين. إن فئة الشباب أساسية لا في سياسة الحزب ولا بالنسبة لتكوين الطاقات اللي غادي كذلك تواكب البناء ديال هاد البلاد والتطور ديال هاد البلاد. وعندي اليقين وتفصن كنعرف بأن أنتم على مستوى المحمدية دائما عندكم الثقافة وديما مفاعلين. طبعا وكان أعتقد بأنه الجميع متفق على أن الحاج هو اللي غادي ما عاد سيد قلتيها سي بغايس حنا نتاتلو ليه حنا كتعرف التربية اللي عندنا معاك ماشي هاد اليوم. حنا تعلمنا منك واحد الحوايج مهمين. حنا واكبنا معاك حركة صحية واكبنا معاك الجامعات اللي نظمتي على الصعيد الوطني واكبنا معاك المؤتمر المؤتمرات الوطنية واكبنا معاك اجتماعات اللي هي خاصة بالمتنسقين اللي هي متداولة في المركز واللي احنا كان هذا واحد تقليد جديد اللي من خلاله تنجيو كاملين من المغرب وتنقولوا لك المشاكل وتتحل معنا بعد المشاكل وكات توجهنا في التوجه اللي غدا به البلاد. احنا من خلال هذا الشيء نمتثلوا لجميع ما يمليه الحزب. الى وضعتي فينا الثقة نقول لك الله يكمل بخير. متفقين على الإخوان. ودابا صافي السيد الرئيس المحمدية أصبحت قلعة تجمعية الحمد لله بفضل الحاج أول للحاج الحاج العطوان. أنا كنت أصغر مرشح في 92 وكبت جميع الأعمال اللي دار من هذيك الفترات دابا. راه الحاج العطواني كان له الفضل الكبير باش المحمدية توصل لهذا المرتبة. يعني التجمع الوطني الأحرار يوصل لهذا المرتبة في المحمدية. ونقول لكم حاجة، راه طولت على واحد الصلاحيات ديال المنسق الجهوي ولكن راه في الواقع هضرت معاه قبل. هذا العطواني راه هو الشخص الوحيد اللي تكلمت عليه. انا انسان ديسيبليني. اعطينا صلاحيات للجهات والمنسق الجهوي مع المنسقين على اساس انهم هما اللي كيحددوا الاختيارات ديال الاخوان اللي كيترشحوا الى ذلك. ولكن بحكم العطف الخاص صدقة بصدق طلبت من الحاج محمد قبل ما يبدا الاجتماع وقال لي ما كاين مشكل لان ما كاينش تطاول على الصلاحيات والاختصاصات ديال المنسق الجهوي. وانا سعيد وانا سعيد انه يعني وما كان عندي ادنى شك في الواقع بان الاخوات والاخوه كلهم غادي يكونوا الى جانب الحاج العطواني في هذا التحدي الكبير ان شاء الله. والصادق لان يعني احنا حزب كما قلت صحيح كيقولوا حزب ولاد الناس وحزب ديال ولاد الناس صدق. والهم ديالنا هو اننا نقدموا خدمه لهذ البلاد والمواطنين لانه في اخر المطاف السياسه الا ما كانش كتادي لهذا الشيء هذا ما كتاديش الوظيفه ديالها. احنا عارفين المسؤوليه ديالنا كحزب، عارفين الظرفيه اللي كتجتازها اللي كيجتازها العالم واللي كتجتازها المنطقه وراه متبعينها. وعارفين بانه بلادنا في هذه المرحله هذه خصها تكون قويه والقوه ديالها كتجي من قوه الحفاظ على ذاك الوئام والحفاظ على اللحمه الوطنيه والقوه ديالها مرتبطه بقوه الاحزاب. اذا حنا كنعتبروا باننا حزب بحكم التاريخ ديالو المواصفات ديالو. حنا عندنا واحد الخاصيه وراه قالها الحاج في الغدا قبيله، ما كاينش اللي كيدخل لواحد كيولي قديم، ما كاينش القديم والجديد. ما عندناش هادشي، ما عندناش الثقافه هذه.
وتسنى بلاتي على الدوي وتسنى الصف وشد الصف هذه هي الميزة وهذه هي الخاصية. وكنعتقد بأنه كل ما توسعت العائلة كل ما المسؤولية ديالنا أننا في توسع العائلة أننا نحافظ على أنه تبقى متماسكة ونعطيه كذلك من وقتنا ومجهدنا لكل أخ أو أخت كتوضع الثقة ديالها في هذا الحزب. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأنا عندي اليقين بأنكم بالعزيمة ديالكم بالتعاطف ديال الساكنة بالكفاءة ديالكم بالإرادة ديالكم غادي تكونوا في الموعد، والله يكمل بخير. و نزيد واحد الجملة بسيطة الله يخليكم. كان بكري كيتقالوا إلا احنا خمسة ستة الجامعات إلا خضوا هذيك الجامعة، خضينا هذيك الجامعة، الجامعة الأخرى وقيلة غادي بداتها عدخل عين حرودة شلالات سيدي موسى بن جدن ولا سيدي موسى بن علي بن يخلف بن يخلف ترى الجماعات كامل محتاجين بهم، راه والله ما غادي يحيدهم إلا حد إلا اللي عطينا إلا بغينا. شكرا. عندكم تقولوا لا المحمدية وحنا غادي ربما نتبادلوا ما كاين لا تبادلوا لا والو طلبوا عليك تنسوا نجيبوا الجماعة ديالكم. شكرا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الإخوان، لقاؤنا اليوم ويعلم الله وهو وحده الذي يعلم أن لقاؤنا اليوم كان من أجل خليقة الله، من أجل ساكنة هذه المدينة. اجتمعنا لنرى ما هي الطريق الأسلم، كيف الوصول إلى مصلحة الناس، والله يعلم أن الناس لكي يسعى أو من يسعى إلى خير الناس على الأقل عنده حسنات من الله سبحانه. اللهم وأنت تعلم أن نيتنا في لقائنا هذا كان من أجل مصلحة عبادك وبنيك وأبناء أمتك. اللهم أردنا أن يكون عملنا صالحا ولمصلحتهم، وأردنا أن نتوفق في عملنا ولغاية واحدة هي مصلحة هؤلاء الناس. اللهم أعنا ووفقنا واسلك بنا طريقا صالحا مفيدا ناجحا يا أرحم الراحمين. اللهم بجاهك وجلالك سألناك أن تجمع وتوفق بين قلوبنا وتوحدنا وتسهر على أن تكون طريقنا سليمة وسالمة لمصلحة الناس. اللهم فرق بين اجمعنا واجمع بيننا ولا تفرق بيننا يا ارحم الراحمين. اللهم عليك توكلنا واليك انبنا ونرجع اليك يا الله، ونسالك يا الله في هذا اليوم ان تكون لنا عونا ونصيرا، وان توفقنا لمصلحه هذا البلد ولمصلحه هذا الوطن، ولا شيء الا هذا الوطن، ولمصلحه جلاله الملك نصره الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.